أنا رحلة طويلة لكني أحاول أختصرها. أنا من مواليد 78، وقتها أيام الشيوعية، وعشت في نظام الشيوعية وعمري 13 سنة، يعني إلى عمر 13 سنة. وقتها ما كنا ندري ما الصلاة وما الزكاة ولا الشهادة، وحتى شخصيا ما كنت أعرف أن هناك دين اسمه الدين الإسلامي، مع أن أسرتي في الأصل تعتبر يعني أسرة متدينة، يقولوا في ألبانيا محافظة. محافظة يعني. قديما يعني من أسرتي كان هناك إمام مسجد وهكذا، فلهذا نحن هنا متدينة نقصد بها يعني يهتموا بالدين، يعني حتى بالنسبة للنصارى يقولوا متدينة. ففي 91 أذكر أول مقطع في الإذاعة أرى المسلمين يصلوا العيد وأرى السجود، هذا أول مرة في عمري. كم كان عمرك؟ عمري كان 13 سنة وقتها. قبل 13 سنة نهائيا ما أعرف شيء اسمه الإسلام. لا 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 ولا شيء، لا أعرف لا بسم الله ولا أي شيء، لأن الوالد كان يعرف بعض الأمور لكنه يخاف يعلمني، لأن طائف الأطفال قد ينقلون إلى زملائي من المدرس إلى فتكون مصيبة لهم، يعني غالبا كان السجن أو نحو ذلك. فبسبب هذا ما كان يعلمنا أي شيء. في 91 لما سقط النظام الشيوعي وتركت حرية التدين، وقتها انتقلت لدراسة في مدرسة إسلامية في مدينتي، وهو الصف التاسع أو السنة الأولى ثانوي وقتها. من هناك بدأت رحلتي مع الإسلام. طبعا السنة الأولى في المدرسة الإسلامية كنت أصلي فقط الجمعة، وأذكر أول رمضان صمت 4 أيام، وهي كل جمعة أصوم يوم الجمعة فقط وأنا طالب في مدرسة إسلامية. ثم بعد ذلك في صيف تلك السنة انتقلت إلى دورة صيفية مخيم صيفي لإحدى المؤسسات الخيرية وقتها، والحمد لله هناك بدأت الصلاة والتزمت وبدأت في تعلم اللغة العربية. ثم دخلت في معهد شرعي مدة تقريبا 6 أشهر تعلمت فيه اللغة العربية. ومن وقتها يعني بجانب الدراسة الحكومية كنت أكون يعني في الدعوة كمترجم وكمعلم الأساسيات. ثم بعد ذلك انتقلت للدراسة في السعودية المدينة المنورة، درست في الجامعة ثم في كلية الشرعية، تخرجت سنة 2005 الميلادي، ثم واصلت الماجستير والدكتوراه وانهيت منها في سنة 2017 يعني 1438. ثم وقتها رجعت على ألبانيا، وحاليا إمام لمسجد، مسجد ذهبي يسمى في العاصمة، ومدرس اللغة العربية في إحدى المدارس، وكذلك بعض الأنشطة مع طلاب الجامعات، وإضافة إلى ذلك المحاضرات والتسجيل في الإذاعات المحلية والتلفزيون. بارك الله بجهودكم ونفع بكم وأحسن آمين. إليكم. الله أعلم.